أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الذي يأتي ناقضاً مكفراً من نواقض الإسلام يحكم بكفره بعينه؟ نعم، الذي إذا زال عذره وانتفت الموانع يحكم عليه أنه كافر بعينه بفعله واعتقاده ونطقه. وأنتم مر بكم نحكم على الظواهر، نقول هذا كافر حسب ما يظهر لنا أنه كافر. نعم.